بجنب حسين يسكن علي الأكبار، وهذا معرسك طايح على التربان ومعفار، فجعنا حسين بمصابة يا سكنة واندهش بالي. يا عمي وشنو اللي بصدر حسين مطروحة؟ هذه جثة صغير بسهم البين مذبوحة، قالت هذا الطفل حسين وكبد امك المجروحة، صار المهد صدر حسين لبنه والمهد خالي. ومرت زينب على ابنائها وهذا عان ومحمد البيهم ليل سهرانة، كل واحد غصن مقصوف منهم قبل ميحانة، وابو فاضل على الشاطي وهلا مقطع اخوانا، يا سهم البان بسك عاد بالله درحم بحالي. الله يا سهام البين صابتني بهالسفرة، سهم الصاب قلب حسين صوبني عقب صدرة، وسهم الصاب عبد الله يوم الطوق ونحرى، وسهمك يا قمر عدنان تراه صاب دل، لنا بالسهام تقول خلي هالعتب عنيك، روحي سايل المسمار يوم الصاب صدر امي، حرق الباب ذاك اليوم منا محترق خدريج، وعصرت فاطمة بالباب ما خلت إليك والي. عادتنا اللي ضيعني الوالي وخلاني غريبة، لا أهل عندي ولا بلد يمي، يمي قريبة عني إيش دعوة يا علي مطول الغاب، ما تنجف زناب وهي عدها نسى، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قول مولانا ومقتدانا أبي جعفر الباقر عليه السلام: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. هذا الحديث من ضمن حديث متعددة طرحت في الكافي الشريف في أبواب مختلفة، والغرض من الكل وإيجاد مجتمع مترابط متجانس، والغرض منه أن يعيش الإنسان عيشة يحس بالمؤمن الآخر ويشعر بشعوره حزنا وفرحا. هذه الأحاديث وأبواب مطروحة في الكافي، مثلا
باب السعي في قضاء حوائج المؤمن، باب قضاء حوائج المؤمنين، باب إدخال السرور على قلب المؤمن. هناك عدة أحاديث مطروحة في هذا الباب، والنتيجة النهائية هو أن يصل الإنسان إلى مجتمع مترابط، يعبر قنطرة الدنيا إلى دار يكون الإنسان فيه مع أخيه المؤمن على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والرواية أشبه بالأقيسة المنطقية، من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. ومحذوف النتيجة، النتيجة المفروض أنه من سر مؤمنا فقد سر الله، وبذلك يريد أن يدفع نحو إدخال السرور على قلب المؤمنين. وكون إدخال السرور من الأمور الضرورية في ربط النسيج الاجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى له أثر دنيوي وله أثر أخروي سنتحدث عنه في طيات هذا الكلام السريع. من سر مؤمنا فقد سر الله، هذه النتيجة حذفت، ونوع هذه الأقيسة كما يقال في علوم العقل هي من الأقيسة المضمرة، يعني تحذف نتيجة أو تحذف إحدى المقدمتين، والإنسان يستفيد المعنى بمجرد أن يلقى إليه هذا الكلام. العجيب من هنا، العجيب أنه حينما يجعل سرور المؤمن الداخل عليه من قبل أخيه المؤمن سرورا لله، وكما هو معلوم السرور حالة نفسانية كما أن الغيظ حالة نفسانية تعتري الممكن، أنا وأنت نستر ونحزن ونغتاظ ونفرح، الإنسان الممكن واجب الوجود منزه عن كل شيء، ليس كمثله شيء، لا يمكن أن نأخذ صفات الممكن وننسبها إلى الله عز وجل. ولذلك يجاب على هذا السؤال، ما هو السؤال؟ كيف ينسب السرور إلى الله؟ يجاب بأنه هذا من صفات الفعل وليس من صفات الذات. ليش؟ لأن الله ليس محلا للحوادث، وله إذا كان محل الحوادث صار ممكن حالنا هالمعنى. وعليه إذا كان هو من صفات الفعل فيقصد من السرور ما يترتب على السرور، من سر مؤمنا رحمه الله، من سر مؤمنا أدخله الله الجنة، من سر مؤمنا ظلله الله يوم لا ظل إلا ظله. يعني ما يترتب على السرور، أنت إذا تستر من إنسان مو بس يحدث فرح نفساني، تواجه من سرك بالخير. فالله عز وجل حينما يواجه ذلك الإنسان المؤمن الذي أدخل على أخيه السرور يعبر عن هذه المواجهة بشيء من الفعل، وهو شنو؟ رحمة هذا الإنسان، إدخاله الجنة، رفع الغم عنه، خلق شيء يسعده في الآخرة، كل هذا هو يسمى بسرور الله جل وعلا. إذا وضح هذا الكلام، إذا كانت الرواية بحذف الواسطة تعبر عن أن الله عز وجل إذا سر عبده المؤمن أعطى هذا الإنسان السار من الخير والرحمة ما أعطى، لا نستغرب مضمون بعض الروايات اللي تقول
من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المؤمن، من أحب الأعمال، كما أن الصلاة من أحب الأعمال، الصيام من أحب الأعمال، الزكاة من أحب الأعمال، أيضا سرور تدخله على أخيك المؤمن. ثم يقول الإمام لعله الصارخ سلام الله عليه: تطرد تستر عورته وتطرد جوعته، لأنه كما يقال في اللغة السرور أخذ من السر، والسر هو ضم الشيء بعضه إلى بعض، ضم الشيء بعضه إلى بعض. فكأنما الإنسان حينما تنزل عليه فاقة وحاجة أو جوع مثلا، أو تنكشف له عورة مثلا، أجارنا الله وإياكم، يتشتت أمره ويسوء حاله. هذا التشتت لما الإنسان يقدم ويرفع أسبابه، أسباب هذا التشتت، فيطرد جوعته ويستر عورته، فكأنما يجمع ما تشتت من شأنه ويلم ما تفرق من أمره، فضم عليه ما تشتت وضم ولم عليه ما تفرق. قد يقول قائل: إذا كان بهالمستوى هو مو كل واحد يملك، يعني إذا كان السرور بستر العورة وبطرد الجوعة مو كل واحد يملك، واحد لا يملك إلا نفسه، حتى دينار في كيسه ما عنده. يعني كأنما تحبيب في شيء بيننا وبينه أمد بعيد ما نقدر عليه، واقعا ما نقدر عليه، وكل الناس متهيئة لهم الظروف. يقول الله عز وجل فيما أوحى فيه إلى داود، هذه الروايات يعني جدير بالذكر، روايات أوحى الله إلى داود أو أوحى الله إلى موسى مثلا، يقول بعض العلماء هذه أغلبها اللي ينقلها أهل البيت، أغلبها ربما تكون مضامين ما موجود في التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية، هي مضامينها أهل البيت ينقلونها، يعني كأنما هذه المضامين اللي ما نالها التحريف ولا نالها التغيير مثلا. على أي حال، فيما أوحى الله فيه إلى داود: يا داود إن العبد ليأتي بالحسنة، حسنة واحدة، فأبيحه جنتي، أبيح جنتي. أولا هي جنة شلون؟ عرضها كعرض السماء والأرض، كعرض، وآية تقول لا عرضها عرض السماوات والأرض، ما جبت نص الآية، معناها كعرض السماوات والأرض بهالمستوى جنة. خلنا من السعة، احنا عندنا في المداليل يختلف ادخال الجنة عن اباحة الجنة. فلما تدخل واحد بيت تقول له تفضل تحياك المجلس، تفتح له الباب ويدخل، لما يدخل تقول له ها لا تحس في الحاجة الفلانية، ولا تصرف الشيء الفلاني، ولا تغير الشيء الفلاني، ها وعندك هالامور اضبطها شلون. هذا إدخال إلى المكان، لكن ما لم يبح في شيء ولا أن يتصرف في شيء، حتى تشغيل المكيف ما يقدر يتصرف فيه، هذا إدخال. الله ما عبر بأنه أدخله الجنة، يبيحه جنة، إباحة. ومعنى إباحة الجنة شنو؟ أي أنه تكون له تلك الجنة ملكا يتصرف فيه كيف ما شاء وكيف أراد. واضح؟ إذا وضح هذا الشيء، هذا شيء غريب. ليش؟ لأن بمقاييسنا إحنا كل شيء
يوازن بقيمته. الآن أنت ما تقدر تشتري إليك قطعة أرض ولو صغيرة بدينار واحد. اليوم شنو يساوي الدينار؟ يقول العقلاء هذا التصرف لو واحد بيقدم بدينار واحد يشتري أو يبيع أرض يقول هذا تصرف سفيه. إحنا يعني في نظرنا زين، العقلاء يقولون هذا تصرف سفيه. الله يقول مقاييسي مو مقاييسكم. ها أنت تقيس الدنيا أن أرض ما يمكن أن نساويها بدينار، الله يقول لك ما يخالف، حسنة واحدة تساوي جنة عرضها السماوات والأرض. مقياس اللي أنت تنظر إليه غير المقياس اللي أنا أنظر إليه. ولا تستغرب، لأن تلك النشأة نشأة مختلفة عن هاي النشأة اللي نعيشها. يوم تبدل الأرض غير الأرض، نشأة مختلفة، قوانينها مختلفة بحسب ما يقرر في العلوم الدينية، قوانينها مختلفة. فلا يقاس حسنة بجنة عرضها السماوات والأرض، لكن مع ذلك يبقى المضمون عجيب. أنت تسأل وأنا أسأل أقول كيف يبيح الله جنة عرضها السماوات والأرض بحسنة واحدة؟ هذا شيء عجيب. كل واحد يطمح، كل واحد يطمح حسنة واحدة وبيدخل الجنة، كل واحد. فقال يا ربي وما تلك الحسنة؟ كلنا نريد نعرفها. طمع، طمعا في الخير مطمع في الباطل. يا ربي وما تلك الحسنة؟ قال تدخل على أخيك سرورا ولو بتمرة. شوف كلمة تمرة هي تكنية، يعني المقياس مو بالتمرة. يعني شوف التمرة التي لا تساوي شيء عندنا، وفي ذاك الزمان أيضا تمرة واحدة ما تساوي شيء، ها؟ ولا في زمان من الأزمنة التمرة الواحدة تساوي شيء إلا في القحط الشديد. تمرة واحدة تعبر عن شيء شنو لا قيمة له. الله يقول إدخال السرور مو بالأموال الكثيرة، إدخال السرور مو بكمية ما تعطي، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. حتى لو عندك وأنفقت من المال وأعطيت من المال هذا لا يساوي شيء. إذن تدخل على عبد من عبادي سرورا ولو بتمرة، يعني ما يهم قيمة هذا اللي تدخل، أهم شيء تخلق بسمة في وجهه، انكسار في قلبه، تقيم هذا الانكسار وتجبر هذا الكسر، يعني بالابتسامة بعد، بالشيء القليل، برفع معنوياته، بتحفيزه. كل هذه أمور بسيطة ما تكلف الإنسان شيء. ومشكلة اليوم إذا تقول هالحكي يقول يعني هتعلم الإنسان يتعلم شنه أن يطلي وجوه الناس ويدغدغ مشاعر الناس بالكلام. لا، هو هالشكل. ويعد الإنسان اللي بهالمستوى سياسي وإنسان مراوغ، لا هذه لا هي مراوغة ولا هي سياسة ولا هم يحزنون أبدا أبدا. هذا المطلوب منا، إنسان إذا كان مكسور وتجبر خاطره، إنسان مكسور وتأخذ وتمسح على قلبه، هذا شيء عظيم عند الله. قال الإنسان يستصغره، قال الإنسان يراه لا شيء، لكن الله عنده يقول هذا شيء كثير. ليش تقام مجالس التعزية فواتح وغير فواتح؟ لأن أهل الميت يحسون بالألم والفقد، ما لا يحسه الإنسان الغريب الأجنبي. هذا الفقد لما أن يشوف ذاك العزيز إجا إليه وخلف عليه، وذاك الإنسان إجا إليه وربط على قلبه، وذاك وقف إياه ومسح على صدره، ذاك ضم إلى حضنه. هذا شيء إلى قيمة المعنوية وإلى قيمة عند الله عز وجل. قال يدخل على عبد من عبادي سرورا ولو بتمرة. قال يا ربي حقيق على من عرفك ألا يقطع رجاءه منك. إذا كان عطاءك بهالمستوى، وما
ما تعد به الصالحين بهذا المستوى تمر الدخل الجنة، هذا شيء يجعل العصاة لا يقطعون الرجاء أبدا من الله جل وعلا. عودا على الرواية، تقول الرواية: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. يقولون بنفس، بالعكس، بعكس النقيض، نفس من سر يعني ومن أدخل حزنا على مؤمن ها فقد أدخل حزنا على قلب الإمام، ومن أدخل حزنا على قلب الإمام كان حقيق على الله أن يؤذيه، أن يجري الحزن في قلبه. ولذلك عندنا روايات كثيرة، حتى لو ما جينا بالعكس النقيض وغيرها من الاستدلالات المنطقية، حتى لو بعيدة، احنا روايات: من كسر مؤمنان فعليه جبره. بعد روايات بهالمستوى أن الإنسان إذا ذل مؤمناً فليأذن بحرب من الله. قيمة المؤمن عند الله عزيزة، هذا مؤمن مؤمن، فما بالك بإمام معصوم اللي بيدخل أذى على قلب إمام معصوم، وبيدخل على أذى على قلب معصومة طاهرة مثل الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. شاذة شحالة يعني، ذاك إذا كان إنسان مؤمن إذا أوذي، الله عز وجل يقول للإنسان فليأذن بحربي هذا المؤذي، فما بالك باللي يجعل إمام معصوم عرضة للميدان، خيل صاعدة وخيل نازلة. هذا شنو قيمته؟ أو أزيد، يرفع إمام معصوم طفل على صدره ويقدم إلى الميدان: إذا كنت قد جئت بجناية فما جناية هذا الطفل الصغير؟ انقسم القوم فريقين، قال بعضهم اسقوه، وقال بعضهم لا تبقوا على أهل هذا البيت من باقية. ولما رفع ذاك الطفل الصغير أخذ يحرك الإمام مكانه، وتارة يوقف وسط الجيش ويخطب في الناس، وتارة يجي الميمنة ويخطب في الناس، وتارة يجي الميسرة ويخطب في الناس، حتى أخذت البلبلة في ذلك الجيش. وذاك الصغير قد كظه الظما والعطش بأبي ونفسي، إلى أن قال عمر بن سعد: يا حرملة اقطع نزاع القام. قال: ماذا أصنع؟ أسقيه شيئا من الماء؟ قال: لا. يقول الإمام: فهبت ريح، لا شك أنها ريح القدر، فكشفت عن نحر ذلك الطيف، فبان كأنه إبريق فضة أبيض يعني يتلألأ. قال: أما تنظر إلى نحر الطفل يلوح كأنه إبريق فضة، سدد نحوه سهما واذبحه من الوريد إلى الوريد. أيوا مصيبته. عند ذلك جعل السهم في كبد القاس، يقول: فما لان قلبي، ثم سددته نحو ذلك الرضيع فذبحته ولم ينكسر قلبي دون أن قطع القماط، وأهوى بيدي شابكا على رقبة أبي. أيوا حسينا،
فرفرت روحا وفك بوجه ابوه عوانته ذاب قلب حسين من شافه يلولح رقبته وانحنى يشم وغسل دمه بدمعته رجع ودموعه يهلها وجت سكنت ناشده صيح بويا سكت اخي وجيت نفاضل الماء بالعجل برد غليل من الظما ذايب حشا ومصيبته خان بدهر يشبد على الذي روي ظما جذب حسرة وحط أخوها بين يديها ومددة قالت الصاير بخي تمددة فوق الثرى قال أنا لا تنشديني وشوفي بحال الشجرة صدت لأنهم فارق والأوداء جمهبرة صرخة نادت يا خويا اشهد ذنب منك سدى إذ غيرونا حالتني ونتك والقلب ذا وسف يمدلل يظل معفور خدك بالترا للرضيع بعجل قومي وفرشي لا يا ربا ذايب من الشمس خدة وسار جيبن والسدى وطلعت أمه من المصيبة تصرخ بحال فضيق طفل ومخضب بدمك آية عبد الله ردتك التالي زماني لا ظل حرمة وضي شان لي يصير سلوارت روحي لك فدا رب مرضعتين منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجلين بالترب يا الله تقبل عزاءنا اصلح احوالنا يسر امورنا اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين وتب علينا انك انت التواب الرحيم السعيد المتوفى جاف الارض عن جنبيه أصعد بروحه إليك لقه رحمة منك تغنه عمن سواك اللهم اجعله فرطا لوالديه اللهم احشره مع محمد وآل محمد اللهم ارحمنا إذا توفيتنا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين محمد وآله الطيبين الطاهرين تستمر القراءة ليلة غد في الساعة في تمام الساعة الثامنة وإلى روح المتوفى وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات خصوصا من